الجماهير المغربية التي لا تتوفر على جهاز استقبال الخاص بقنوات بي سبورت القطرية إلا متابعة المباراة الحاسمة بين المنتخب المغربي الأول ونظيره المالي في قناة الفرنسية التابعة لبين سبورت وتعمل مجانا. وكما أن هناك وسيلة أخرى لمتابعة اللقاء المقرر إجراؤه يوم غد الثلاثاء على قناة فرانس 1، بحيث أن القناة الرياضية المغربية لن تتمكن من بث اللقاء لأن لم تنخرط في عملية شراء حقوق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة